أنا بوي. شواهد ودبلومات وعني في بلاد بور. شنو نعمل شنو ندير اللي يجيب التيفير بوي خدام في ديور الناس شو ما اشطلع لي في الراس أنا ود بنتي نحن الراس كان عندي وما كاين باس ما كاين باس ودليلة بنت الأصل والمدينة حلو وعسل وعيدة سيدك الكل أنا وبنتي بحام الضم دليلة بنت الأصل والمهدي حلو وعسل ماما عيدة سيدك الكل أنا وبنتي بحام الضم كما بوس يم يم كان شفت كان فيك وعيش بخير كان جن كان قرص وتقابل بغرير كان وجد حلو وأشكال العسل طوى ولحتاق أخوكم بطبخ بيه هيا قريبة تجي حيت دابا زين كانت مع المهدي ولكن دابا ملي ما اليوم هذيك المدرسة الأمريكية كنا بك يديهم لشي بلاصة هاد المرة تصبح هذا داهم واحد البلاصة بعيدة شوية غادي يجي المهدي ومن بعد منه غتجي زينب أنا عارف ولا غتجي هي وعاد غيجي هو لأنهم هما ماشي مع بعضياتهم ما يجوش في الميم باص داكوغ أوكي ما عرفتش علاش بغيتي تعذب راسك كان ممكن ناكلو في لوطيل الله يهديك تاكلوا فلوطين خسروا فلوس وحنا نقدروا نصوبوا امك لهنا زويونه وانت يلاه جايه من دبي غتاكلي من يدين باباك يدين بابا ولا ما بغيتيش تخلص كما قالت ماما هذيك ماما كلسانها طويل ما تبقايش دعي عليها انا ماشي ما كنبغيش نخرج فلوس انا كنخرج فلوس على حسب الامكانيات ديالي انا الامكانيات ديالي ما تسمحليش انني ناكل فلوطين وما نسمحش لماماك انها تخلص عليا فلوطين تفهمنا فهمتك ايه سا تو ديرونج با تخدم باي بالعكس الخيبه هو انك تحط يدك في جيب واحد اخر اما الخدمه عمرها ما كانت عيب يعني تكون بوي تكون اهلا با مهدي لاباس عليك لاباس كداز النهار مزيان مزيان تنقدم لك بنتي بلجك اولي كبرت زينب وانا بقيت صغير لا ما بدا في سيونس فيكسيون اللي كبرت زينب وانت باقي صغير هذه ماشي زينب هذه بنتي الكبيره ما عمرك عرفتيها هذه كبر من زينب هذه يلاه جات من دبي اليوم غادي تتعرف عليها فك الجوع ياك فين زينب الله يعلم مشتش هي بقى بوصلات زينب لا زنوبة زنوبة تنقدم لك اختك نهيلة بنتي بنتك اي اختك اختي اولي ولتها خزنة مني الله انت اللي ولتك خزنة منها راه هي كبر منك هذه الله جات من دبي انا براسي ما كنتش عارف باننا عندي بنت فهمتي واليوم جات لعندنا وغادي تتعرفي معها شوفوا انا عندي فكره ما غاديش ناكلوا هذه الماكله انا غادي نخرجكم دابا نمشيو ناكلوا شي همبرغر وكلاص برا اي جبنا لك لي بينك فلويد دخلناهم لي بينك فلويد هادو بينك فلويد هادو اش هادشي ولد الغزاله اش اسمح لينا با سعيد اسمح لينا على الدخله اسمح لينا ديال اش هاد القوان سي سعيد هاد السيده كتعرفو معانا وكيخدم معايا ولا هو المعقول ورحنا ما بغيناش نجيبو قالب واحد درنا قالب واحد. قالب قالب لواحد مزيان باش نجي كثروا القوالب تبارك الله عليكم وعلى قوالبكم شي هذا هو المغرب المغرب لي تراديسيون ديالنا فيهم القوالب وفيهم تبارك الله مزيان تبارك الله وشنو ياك ما باغي يخطب ولا شنو بغى يتزوج كيما كتشوف سي سعيد هاد الدري هذا زوين راه زوين لا ما زوينش لا الداخل ديالو زوين اي دا خصو يتقلب اي نقلبو وباغي يكمل دينو أو راه كتشوف راه ديال الزواج والله الا ديال الزواج شتي تبارك الله شتي هاد الوليدات المغاربه باش كيعجبوك انه غير كيخدم شويه دابا هو في السيكيورتي بغى يدير دارو ويتستر ويعيش في الحلال تبارك الله عليك ودابا جيتو تاخذوا شي نصيحه من عندي انا ولا شنو الله جيت بغيت ندي هاد الخير هذا من عندك كيفاش
قال لي بنتك هذه جات من دبي واقيلا ما عرفت منين جاي. جات من الامارات. جيتي تخطب بنتي؟ اييه. تبارك الله. جلس مرحبا بك. جلس. ومنين دابا ناوي ان شاء الله تخطب بنتي وتزوج بها؟ فين غتسكنها؟ في ديك البراكه اللي حاضي بها لا ريزيدونس؟ لا يا بغيت نبيع لها شي نخلات في البلاد، شي بوز 900 وشي كرانات تما، ما نعاود لك هكا كيديروا. وعندنا الله تما كتسكن مع مالين الدار كل الشهور، كل نمشي نشوفها. كل الشهور تمشي تشوفها؟ مسكين. يعني غتشوفك جوج مرات في العام؟ ورا نجي انا كاين اللي كنمشي غير مره في العام، تشوفني تما كل 6 شهور راه نجي نرجع نلقاها يلاه تبروزات عود بحالي نعودو كيف كيف. كي جاك؟ I can't believe it. اش قالت لي؟ قالت لك غزال. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله. ودابا انتيا غادي تقد زعما تقد عليها وغادي تقد تجيب الفلوس باش تقابلها وتقابل حياتك هنا وحياتها هنا، راه بزاف عليك. لا راه نبيع عليها تماك، نبيع عليها الرمل والنخل انا. سمعتي قال لك غيبيع لك، شوف سعدك كي داير، قال لك غيبيع لك الرمل والنخل باش يتزوج بك. So funny, really funny. اش عاود قالت لك زعما؟ قالت لك غداك غزال 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 منك ونمحني. شا شا نوض قالك، نوض قالك، نوض روحك من التسعة مزيان تبارك الله. شي سي سعيد. نعم. انا راه في الاول قلت لك واش كاين شي واحد اصاحبي شي يخطب جايب كويره. شوف ما بغيتيش تعطيها لي هو ماشي مشكل، اعطيها لي انا. ابدا نشوف تعزب. كيف خلاص لا ويلي عباد الله، دابا الواحد ولا مصيبه هذا يخرج مع بنته ولا مابقاش نولدوا حنا البنات كاع. شو هاد السعد اللي عندك كي داير؟ المهم هو انك ضحكتي ليا وهذا هو المهم عندي. انا ذاك النهار اللي بكيتي بقيتي فيها، واليوم انا احسن نهار دوزته مع بنتي، عمرني ما غادي ننساه. حتى انا بابا هذا هو احسن نهار دوزته في حياتي كامله. تبارك الله عليكم، مازال ان شاء الله غتكون ايام اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. عمي سيد. يلا يجبك شد خياتي اللي جاو. دوز بي انا. اويلي. وي 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 جاريف جاريف جاريف، واش العافية شعلة؟ أوه شكون عاوتاني؟ فين نهيلة؟ نهيلة؟ ما كي داخلة بعجاجتك نهيلة؟ كاينة راها مع أختها في البيت كتلعب هي والمهدي. واش أنا قلت لك جيب تخرج مع البنت تشوفها مرة مرة، ماشي تديها ليا. فين ديتها لك؟ واش أنا خطفتها؟ يومين هذه ما شفتهاش. البنت ما شقات ليها غادي تكون معايا، قالت لي بغيت نبقى معاك بابا. عندنا غير هاد يومين اللي بقات، يومين وهي عندك ما صيفطتهاش ليا، بقات هاد يومين عجبها الحال معايا. شنو نجري عليها؟ اسمع نقول لك يا سعيد، عندك تكون كدور لك في راسك تلعب البنت بعقلها وتاخذها. نو واي. الله يهديك الله يهديك، ما كيدير معاك هكا شعلة. شو احنا كبرنا على هادشي. شوفي يا صوفيا قلي شوية، شحال هادي من عام ما شفتك؟ نسيتي داكشي كلشي اللي دوزناه؟ نسيتي انك كنتي بالنسبه ليا كلشي؟ نسيتي اننا وحنا 10 سنين وبا خطبني من امك؟ نسيتي هادشي؟ عقلتي. نسيتي الايام اللي دوزناها؟ حنا صغار وتخطبنا وقالوا شفتي عقلتي جات معك بهذا اللون جا معك. ميرسي بعدا بون الحوايج، هذا ما كنتش منتظر بانك. الصحة والراحة باش تعرف راك ديما في البال. ما عندي ما نسالك. وهاد الوينات راه كيجيو معاك، ما تبقاش تلبس دوك الالوان غامقين، تغامق الالوان غامقين. وبركة بالبعيون، صافي عرفنا راسنا غامقين دابا ما تغمقيش علينا. المهم الحمد لله على هاد، انا فرحت بانك تفكرتيني وجبتي لي الحوايج. ديما مفكرك يا سعيد، هذاك الشيء اللي دوزنا راه ما يتنساش. عارف. عقلتي للموتور. نهار خسرنا لك الموتور وانا ندفع وانت يا وين واش بغينو؟ ثلاثة السوايع حنا كنتمشيو. لا لا فوت ديالك، وكنتي دابا كتعرفي تسوقي الموتور كون انا اللي كندفع. وفي الاخر شحال ضربنا ديال الطريق على رجلينا؟ يومين وانا نعس. واللي زوينه الشتا كتصب ودايره ميكا فوق راسك وهذا اللي شاف دابا ما يشوفش هاد السيده دابا اللي كاينه. كل شتا دابا شوف كان ذاك الوقت داك الشيء الفايس وداك الشيء وصورتك كون درت بك البوز دابا. اجي نقول لك عقلتي على القهوه. كنت كتاخذ قهوه وانا كتاخذ ليا عصير، واحد النهار خديتي ليا كلاص وانت ما خديتي والو، كنقول لك خذ شي حاجه كتقول لي لا ما فيهش الجوع. عرفتي علاش؟ وفي راسك بانني مني كليتي انت داك لاكلاص كليتيه وقلت لك غير سيري سبقيني، راه حيت ما كانش عندي باش نخلص داك لاكلاص، راه ضربت الطباسي ديال الكوزينه كلهم باش نخلصو.
دازت ايام والسندويتشات كنت تعزيز عليك داك خان زبنين باقا دابا كنموت عليه شي بلاد شحال زوينه شي دابا واخا تكون فقير واخا تكون غني كاين شي حوايج اللي ما تلقاوش بلدان اخرين الا في بلادنا هذاك السندويتش نبغي نشري ما عرفتش شحال ما كنلقاش ما تلقايش خان زبنين كتلقايه غير عندنا حنا الحمد لله يا سلام وهذاك مول الطيحان اي بريكول يلاه بغيت نقولها لك عقلتي كنتي كتموتي على داك الطيحان عامر وحنا كان كيحسبنا عامر بالكبده وعامر رجليه واحد النهار لقيتي فيه واحد الطرف ديال البلو وكليتو وكليتي وانا كنجبد وانت كتجبدي يا سلام شاكو رجعي هاكا رجعي لايامك وبلادك الفوحان وانا يا صوفي وانا ماشي الفوحان واش غادي نقول لك سعيد الوقت كتبغي بحال هكا بعض المرات على اي هذا الشيء داز وانا سعيد اننا على الاقل كاين بيناتنا ذكرى زوينه اللي هي البنيه اللي ولدتي بنيه غزاله بيناتنا نهيله وعلى هذا الشيء بغيت نهضر معك نيت اليوم عندي واحد الفكره علاش ما تمشيش معنا لدبي تبقى مع بنتك ونرجعوا مع بعضياتنا ونجمعوا الشمل واش غادي نمشي ندير في دبي شنو ندير في دبي شحال عندي ديال المشاريع خدم معايا ما بغيتيش تخدم معايا مازال كتبغي الكره ندير لك نادي ديال الكره ودير مدرب او لا مدير النادي شنو بان لك وزينب زينب تمشي معانا نهيلة ما عندهاش اختها ودابا هي تلاقات مع اختها يكونوا مع بعضياتهم يتونسوا هو في الحقيقه الفكره ديالك مغريه ومزيانه ولكن غادي خصني وقت نفكر ما هادشي غادي تفكر فيه هادي راه فرصه بالنسبه لك بون افير ما خصكش تفكر جوج دقائق ودابا انتوما مسافرين اليوم وما عادش عندكم طياره انا الطياره مع الوحده وعندك ساعتين سعيد باش ترد عليا باش نعيط الناس اللي غادي يوجدوا لك الفيزا وبيا انا غادي ناخذو لك ساعتين باش مساله المصير والتانيين هاد الناس اللي انا خدام عندهم ما يمكنش نجيو نجمع حوايجهم ونقول لهم بالسلامه داروا معايا الخير داروا معايا مزيان دليل الله عمرها دار امها واخا كتشوف فيها كتهضر هكاك مره قيمه شنو دابا انت عاجبك تبقى جالس معاهم في هاد الشيء هذا ايه نعرف بان الخدمه اللي خدام ماشي هذيك بوي ولكن انا الان ما بقيتش حاسب راسي خدام عندهم او لا بوي انا حاسب راسي واحد منهم يعني شوف خلي لي الوقت نفكر انا مزوف عرفتي اش غديري دابا جلسي شربي قهوه انا غادي نعيط نهيله تنزل عندك باش تشوف جمع حوايجكم وخلي لي واحد الوقت وان شاء الله يكون خير جلسي شربي قهوه انا نعيط نهيله سعيد قدرني راسي كنت هالفيلم ديالك انت وهاد خيتي باقي ما انتهاش باقي طويل ايوا هي هذا فيلم هندي دابا ولا اماراتي فرنسا دابا اقترحت عليا باش غادي نمشي للامارات معها انا وبنتي أولي؟ عمي سعيد؟ واش مشيو غتسمح فينا؟ أنا ما سخيتش بهم يا بابا صافي بنتي وأنت شنو قلتي لها؟ في الحقيقة العرض ديالها مغري ومزيان لأنها قالت لي بأن غادي نمشي أنا وبنتي زينب وبنتي زينب غادي تقرا في مدارس مزيانة وغنكون مع بنتي نهيلة وغادي نعيشوا مع بعضياتنا وغادي تدير لي مشروع وغادي تفتح لي نادي ديال كرة القدم وأنا كنموت على كرة القدم كنتمنى يكون عندي نادي ديال كرة القدم ياك شتي الراجل؟ عنده تطلعات برجوازيه غير زرعت ليه جوج نخلات في كرشو ودارت له قميجه مفتوحه وما يتفتحوا ليه العينين ياك هذا وخيرنا دخلناك لدارنا وربيتي لنا وليداتنا وفي الاخير غادي تخلينا وتمشي الله يهديك حنا باقي ما درنا والو حنا يلاه كنهضروا يلاه كنفكر اش غندير عطاتني ساعتين لان هي عندها الطياره مع الوحده وقالت لي فكر ولا كنفكر انا كنفكر معاكم دابا ما عرفتش غندير والعرض ديالها مغري ما عرفتش غندير شوف سعيد حنا ما غاديش نوقفوا قدام السعاده ديالك الا بغيتي تمشي تعيش مع بناتك بجوج في دبي ودير لك داك الشيء اللي انت كنتي كتحلم به حنا ما غنوقفوش قدام سعادتك ولكن خصك تعرف واحد الحاجه ان هاد الدار راه غتبقى دائما محلوله لك انت راك وليتي واحد من العائله شنو ايوا دار مفتوحة مالنا حنا كوري ولا مدخلين لنا اللي يسوى واللي ما يسواش مزيان كل الناس ولا سخيطة بيطي في الدار شوهتينا صافي إلا غتمشي سير بسلامة راه منك عداد اللي جبتك أنا غنجيب غيرك علي ديكاش أمي سعيد إلا مشيت غنتوحش وكدر غتبقى بلاصتك كبيرة مهدي جلس الأرض مزيان يمشي إلا مشى شوف راه الا مشيتي غتحب راسك تمشي وتلا بك ليام وتعاود تراجع والو النيفر النهي بالهنديه شوف 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 صافي يا ماما صافي فتيني سعيد بنيتي هاي بنتي الزويونه
بنتي الغزاله بنتي زين. يلا باش نمشيو خصنا نمشيو حتى لوطيل نبدلو حوايجنا ونهزو الشوانط باش نمشيو لايغوبور غادي تشعلنا الطياره. سربي. وفي الحقيقه انا فكرت ولقيت بان الوقت مضايق باش الواحد ياخذ قرار بحال هذا، هذا قرار مصيري وخصني وقيت معاك باش يلا نقدروا نفكروا. انا بنتي نهيل على راسي وعيني وكنت موحش فيها وبغيت نبقى نشوفها يوميا، ولكن انا وياك باش نرجعوا خصنا وقت باش نفكروا شويه، لان 17 عام وحنا مفارقين وهاد الناس ما داروا معايا غير الخير، كلهم ناس طيبين. دليلة احسن صديقه عرفتها في حياتي، وعايدة بحال اختي الكبيره، والمهدي بحال ولدي. ف عرفتي شنو؟ ما صدمتينيش، كنعرفك وجه الزلط وباغي تبقى في الزلط. الله يعاونك. يلا نهيله شي شي دابا على هذا الشيء هذا، علاش انا ما زعمش نمشي معاك دغيا؟ انت تقلبتي وليتي كتسبي وكتعايري. دابا انا باغي ندير فيك خير وباغي نقدك وانت باغي تبقى عايش في هذه الخربه. شنو خربه؟ نهيله يحييك، هذه خربه، هذه فيلا وشارينها بالثمن وفيها لابيسين والجاكوزي والجرده اللي عمرك ما شفتيها. والله الا خربه. شتيني شتي هاد الفيلا ديالك؟ اتس جاست ماي بيدروم العيديه. شنو هو؟ يعيدوا عليك يا صفيه. اش قالت لك الاخرى؟ قالت لك هاد الدار كلها يلاه بيت نعاس ديالها. بيت نعاس وتلقاها نعسه فشي حك. صافي صافي بركه عندنا من هادشي، ما بغيتش نوضو صداع. دابا تفهمي انت الوضع ومن بعد ان شاء الله نقدروا نفكروا في اننا نرجعوا لبعضياتنا. ما عنديش مشكل، يلا نهيله نمشيو. ماما في صراحه انا بغيت نبقى مع بابا، اصلا عجبني المغرب. عارفك عارفك طلع الباك وجه الزلط بحالك بحالو. لا 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 صافي هادشي عجبك هادشي اللي درتي للبنت. لا شوف شوف نهيله بنتي، انت عندك مدرستك تماك وقريبه تخرجي، خليك قري خذي البكالوريا ديالك ان شاء الله وجي كملي في الكليه هنا، اولا قري تماك ومن بعد ترجعي لبلادك. ومني غادي ترجعي وانا في هذه المده كلها غادي نبقى نجي نشوفك، غادي نجي عندك ان شاء الله حتى لدبي. غاجي وحط رجلك في دبي. علاش؟ مال دبي؟ شنو المشكل فيها؟ علاش ما نقدرش نمشي ليها انا؟ ما سول راسك بحالك ما كيدخلش لهذيك البلاد، خصني انا اللي نعطيك لوتوريزاسيون ندير لك الاقامه عاد تقدر تجي. يلا دبي دبي سوارت دبي في جيبك سيري شتي بعدا الساك عم درح ودوك الخواتم غير طوك. صافي نهيو عندنا هذا الموضوع هذا. شتي هذه الا مشيتي عندها تجري عليك. ما سمعتهاش قالت لك هي اللي غتقدر دير لي الاقامه. إقامة تبقى هي ما عندهاش الإقامة عندك بومب بحال هادو هاد مدام فواحات أنا اللي كنعرف ليهم. صافي صافي أنا غادي نمشي ندير لكم الإقامة في أتاي وغادي نجيب لكم برات تاع أتاي ونقصوا ارتاحوا مع راساتكم. اللي عطى الله عطى نسوا هذا الموضوع. سير أتاي راه الراس ديالنا تفرع. جيب لنا على الكواريت يا خويا ملي جيتي ألطيف. أوف حار. ايه خويتي فيه الحك كامل كتشريه. مزيان يكون حار وثقيل لانه يكون حار وحلو وحامي، هذا هو اتاي. ومالنا كناكلو الشوا؟ مالنا قابطين طريق. انتوما ديما معكسين مع هاي. 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 بون مشينا حتى المطار ورجعنا. نهيلة ما بغاتش تسكت ليا من البكا على باباها. وجاتني واحد الفكرة. غادي ندخل فلوسي كلها للمغرب ونستثمر هنايا ونبني شي فيلا نعيش فيها. وعلى ما توجد لي الفيلا ديالي غادي نتواضع ونجلس معكم شويه. اولي سعيد سجب لي الشوانط وجد لي البيدروم ديالي فين غادي نرتاح. البيدروم؟ اش قالت؟ شربي اتاي حار.